والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما. اليوم إن شاء الله حيكون عندنا المحاضرة الثالثة في مادة أساليب البحث العلمي لطلاب البكالوريوس في الكلية الجامعية. اليوم إن شاء الله حيكون عندنا موضوع يعني مهم جداً، وللأسف الشديد في كتير من الطلاب ما بيهتموا بهذا الموضوع وبيعتبروه نوع من الديكور الخاص بالرسالة، ألا وهو Literature Review، الدراسات السابقة، مراجعة ما كتب في موضوع البحث، مراجعة والاطلاع على الخلفية النظرية لموضوع البحث. هذا موضوع يعني كتير مهم، اليوم إن شاء الله حنحكي في بعض الجزئيات فيه، حنفسر مفهوم Literature Review، إيش بيعني Literature Review، من وين ممكن إنه نعمل مراجعة على المصادر والدراسات السابقة، إيش هي المصادر اللي ممكن نرجع لها. حنناقش برضو أهمية Literature Review، وظيفته، فائدته، وبالنهاية حنحكي عن كيف ممكن نعمل كتابة للLiterature Review، وكيف ممكن إنه نرتبه بطريقة جيدة تحقق الهدف منه. حنضرب يمكن مثالين، مثال في له علاقة بالبيئة والهندسة، ومثال آخر له علاقة بالعلوم التربوية عشان تتضح الأمور. يمكن بدينا المحاضرة الأولى حكينا عن اختيار موضوع البحث ومشكلة البحث، أو المحاضرة الثانية، المحاضرة الأولى حكينا عن البحث العلمي. الحلقة الثانية من حلقات دورة البحث العلمي أو الدورة البحثية هي عبارة عن Literature Review. بعد ما حددنا الموضوع بصفة عامة وشخصنا المشكلة بشيء من التفصيل، بنيجي للنقطة التالية وهي Literature Review. يمكن أحد أهم الأهداف لعمل أبحاث علمية وعمل دراسات هو إنتاج معرفة جديدة وعلم جديد، ونشر هذا العلم لكي يستفيد منه الباحثين وتستفيد منه البشرية بصفة عامة. الآن لما يجي باحث بده يعمل بحث علمي أو بده يدرس موضوع معين، كتير مهم وكتير ضروري إنه يشوف لوين وصلت الأمور في التخصص تبعه، في الموضوع اللي بده يشتغل عليه، يشوف لوين الناس وصلت في هذا المجال اللي هو حيشتغل عليه. لأنه من غير المنطقي إنه الباحث يعيد شغل وهو مشغول مسبقاً، فبالتالي الباحث مفروض يعرف إيش اللي انشغل في تخصصه ويحاول إنه يجيب شيء جديد، خاصة لما نكون نتحدث عن ماجستير ودكتوراه مثلاً، مطلوب إنه نجيب شيء جديد. كلمة literature كليتريتشر معناها الأدب، ويمكن ارتبط بالذهن كلمة literature باللغة، الأدب العربي، الأدب الإنجليزي، الأدب العباسي، الأدب الأموي، شعر، نثر، بلاغة وما إلى ذلك. لكن لما نحكي في سياق منهجية البحث العلمي وفي سياق الكورس اللي احنا بنحكي فيه أو في سياق البحث العلمي بصفة عامة، كلمة الليتريتشر تعني المعرفة في التخصص، المعرفة في مجال معين. وحتى لو كانت المعرفة سواء نظرية أو تطبيقية أو أي شيء له علاقة بالعلوم والمعارف في التخصص المحدد، هذا اسمه Literature. لما نحكي Literature Review يعني مراجعة المعرفة في التخصص، معناها هي عبارة عن تحليل موضوعي ونقدي ودقيق وتنظيم لكل ما نشر في الموضوع اللي الباحث عماله بيشتغل عليه. طيب ليش احنا عادة بنعمل Literature Review؟ ايش الغرض من Literature Review؟ للأسف كتير من الطلاب والباحثين في مستوى البكالوريوس وحتى في مستوى دراسات عليا بيعتبر انه Literature Review هو عبارة عن شيء تكميلي، شيء هامشي، الهدف منه بس انه يجمع بعض المعلومات النظرية ويحطها في الرسالة، منها انه الرسالة بتكبر شوية، ومنها انه هيك المتطلبات وهيك المطلوب. يمكن هذا المفهوم خاطئ، لأنه Literature Review لها كثير من الأغراض والفوائد والمميزات. أولاً عشان الباحث تزيد معرفته وإمكانياته وقدراته وفهمه للموضوع اللي هو بيشتغل عليه، لازم يدرس كثير عن الموضوع بصفة محددة والمواضيع المرتبطة فيه بصفة أكبر، وبالتالي زيادة معرفة الباحث في الموضوع اللي هو بيشتغل عليه.
من ممي او من اغراض وفوائد الليترتشر ريفيو انه بيطلع الباحث على اخر ما وصل اليه الباحثون الاخرون في التخصص، بخلوه يعرف لوين وصل العلم في هذا التخصص، لانه في الدراسات العليا مطلوب نجيب شيء جديد، وبالتالي المفروض يعرف الناس لوين وصلت عشان يكمل عليها ويضيف شيء جديد. ايضا من فوائد الليترتشر ريفيو والهدف منه انه بيمنع الباحث انه يكرر شيء بحث وانشغل عليه وانتج يعني ابحاث واوراق علميه فيه، فالباحث ما بيكرره لانه ما بيضيف شيء جديد. ايضا من فوائد او اغراض الليترتشر ريفيو انه لما الباحث يعرف لوين الناس وصلت بيقدر يحدد بالضبط الجاب اللي حكينا عنها لما تحدثنا في البروبلم ستيتمنت، جاب اوف نوليدج، وين الفجوه البحثيه اللي ممكن يشتغل عليها عشان يجيب شيء جديد ويضيف شيء للمعرفه الانسانيه. من فوائد واغراض الليترتشر ريفيو انه بيعرف الباحث كيف ممكن يشتغل في بحثه، لما يطلع على ابحاث مشابهه بيعرف الميثودولوجي اللي انشغل عليها، بيساعد الباحث في انه يصيغ الفرضيات، لانه زي ما حكينا المره الماضيه الفرضيات هي اجابات مقنعه ومتوقعه ومبرره لاسئله البحث، وبالتالي ممكن من الدراسات السابقه يطلع على نتائج ابحاث تقوده الى انه يصيغ فرضيات تتوافق مع البحث اللي هو شغال عليه. ايضا من يعني اغراض الليترتشر ريفيو انه بعد ما الباحث يطلع النتائج بصير فرصه انه يقارن شغله بشغل الاخرين، يحدد ميزه شغله عن ميزه شغل الاخرين، يعني عمليه المقارنه بين النتائج ونتائج الاخرين برضه من اغراض الليترتشر ريفيو. هذا الشكل اللي امامنا ببين الغرض من او الاغراض الليترتشر ريفيو. في الباحث عشان يعمل مراجعه لما كتب والمعرفة السابقة في التخصص تبعه بيشتغل على أربع محاور أساسية في أربع اتجاهات أساسية. الاتجاه الأول إنه لازم يراجع الأساس النظري للموضوع اللي بيشتغل عليه، النظريات، الخلفية العامة، فلسفة هذا الموضوع، يعني خلينا نحكي أساس معرفي مفيد للباحث بعد هيك إنه ينطلق منه. بدي يشتغل في موضوع معين لازم يفهم تفاصيل هذا الموضوع، ولسه ما حكينا احنا عن ما كتب فيه والابحاث الجديده فيه، لا هو الاساس النظري لهذا الموضوع. انا بدي احكي مثلا على موضوع الكلايمت تشينج، التغير المناخي، لازم افهم ايش معناه وايش العوامل اللي بتاثر عليه ووقتيش بدا وما الى ذلك. النقطه الثانيه هيستوري اوف ديفلوبمنت، كل تخصص بدا بمعرفه محدده وصارت المعرفه تراكميه، كثير كويس انه الباحث يطلع على الابحاث القديمه ويعرف كيف تطور الفكر في هذا التخصص، من وين بدينا ووين وصلنا، سواء الابروتش اللي كانوا بيشتغلوا عليها، المنهجيه، الادوات، الوسائل، كثير كويس عشان يدخل في التفكير التخصصي في هذا الموضوع، التفكير التخصصي التراكمي في هذا الموضوع. الان الباحث ايضا مطلوب منه النقطه الثالثه انه يطلع على اخر الابحاث التي نشرت في هذا التخصص. ليش؟ عشان يكون على اطلاع انه في هذا المجال وصلنا لهذه النقطة، عشان منها ينطلق الى المشكلة البحثية تبعته ويبدأ بعديها يضع اسئلة البحث واهداف البحث للوصول الى النتائج اللي هو مخطط يشتغل عليه. وبالتالي المفروض الباحث يطلع على اخر ما كتب في التخصص وفي المجال الدقيق اللي هو بيشتغل عليه عشان ينطلق بعديه الى المراحل التاليه للبحث. ايضا من احد الاتجاهات او الاتجاه الرابع او المحور الرابع اللي بيشتغل عليه الباحث في الليترتشر ريفيو انه بيطلع على التقنيات، الوسائل، الادوات، الميثودولوجيز اللي انشغل عليها، وبالتالي عشان انه يكون لما يستخدمها يكون في مبرر انه تم استخدامها من ابحاث اخرى وفي دراسات اخرى محكمة، وبالتالي هذا بيعطي قوة للدفاع عن سبب اختياره لهذا التكنيك، لهذه الطريقة وما إلى ذلك. الآن باختصار هي فلوت شارت لعملية البحث.
زي ما قلنا تبدا بالبروبلم ستيتمنت. النقطه الثانيه هي الليترتشر ريفيو. الليترتشر ريفيو هو عباره عن تو كومبوننتس. للاسف كثير من الباحثين بينظروا الى الكومبوننت الاول اللي هو مراجعه المفاهيم العامه والنظريات في التخصص، لكن بينسوا او يتغافلوا عن النقطه الثانيه وهي مراجعه الابحاث والدراسات في التخصص، وخاصه بتكون ليتست ستاديز اللي في التخصص الابديتد، بحيث انه يعرف وين العلم وصل في هذا التخصص. الان مصادر البحث العلمي، مصادر الليتريتشر ريفيو، بنقدر نحكي هم ثلاث مستويات. المستوى الاول هو المستوى البسيط العام تيرشري، انه مصادر زي تكست بوكس مثلا بتعطي الباحث معرفه عامه في الريسيرش اريا اللي بيشتغل عليها. بعد هيك السكندري سورسز هي عباره عن اوراق بحثيه متخصصة في مجال البحث الدقيق، الريسيرش توبيك اللي هو بيشتغل عليه، وقريبة جدا من البروبلم ستيتمنت اللي بيشتغل عليها، بيستطيع الباحث من خلالها انه يكون معرفة كبيرة في الموضوع، بيفهم تفاصيل الموضوع اللي هو بيشتغل عليه، وبيعرف ايش الناس اشتغلت في هذا الموضوع وكيف اشتغلت، ومنها بيقدر يحدد ايش المساحات اللي لسه ما انشغل عليها، اللي منها بينطلق باتجاه البروبلم ستيتمنت والجاب اوف نوليدج اللي هو بده يشتغل عليه. بعد هيك عشان نتطور اكثر، بتصير في بعض الابحاث والدراسات الدقيقه جدا والمرتبطه ارتباط وثيق ببحثه او موضوع البحث اللي هو شغال عليه الباحث. هذه الابحاث والدراسات تعتبر برايمري سورسز له، بيكون فهمها فهم جيد، عارف تفاصيلها، بقارن ابحاثه بنتائجها، بقارن دراسته ونتائج دراسته الفايندينجز تبعته، بقارن فيها خاصه لما تكون مشابهه الى حد ما في بعض جزئيات البحث. من وين احنا ممكن انه نجيب مصادر للليتريتشر ريفيو؟ طبعا في عندنا عدد كبير من المصادر والادوات اللي ممكن تستخدم للليتريتشر ريفيو. اهم وافضل وارقى مصدر من هذه المصادر هو الاوراق العلميه المحكمه. هذه الاوراق المنشوره في المجلات العلميه المحكمه اللي سمعتها عاليه لهذه المجلات، وبتكون الاوراق هذه خضعت لبروسس طويله من المراجعه والتحكيم والتدقيق. هذه بتكون ارقى المصادر لانها بتكون نتيجه لجهد باحثين، وبتكون ابديتد وليتست ستاديز، وبتكون دائما فيها احدث ما وصل اليه العلم في هذا التخصص، وبكون تتسم انها بالرصانه والقوه والوضوح، وانه المعلومات اللي فيها والتفاصيل اللي فيها بتكون دقيقه وتم مراجعتها اكثر من مره. ايضا في الكتب والفصول في الكتب. احيانا مش مقصود التكست بوك بصفه عامه، لكن احيانا بكون في بعض الكتب التي كتبت في تخصص معين، بنحكي مثلا في الكلايمت تشينج بكون كتاب عن هذا الموضوع، وبعض هذه الكتب بكون مؤلف من اكثر من مؤلف او عالم، وكل عالم بيتحدث عن جزئيه معينه في هذا الموضوع. يعني احد الباحثين مثلا في الكلايمت تشينج بيحكي عن تاثير الكلايمت تشينج على منسوب مياه البحر، الثاني بيحكي عن الكلايمت تشينج وتأثيره على المياه الجوفية وما إلى ذلك، وبالتالي برضو هذا بيكون جزء منه جهد بحثي حديث. من المصادر الأخرى اللي هي الأوراق البحثية المعروضة في المؤتمرات، بتكون أقل درجة من الأوراق البحثية في المجلات، لأنه عملية التحكيم إلها والتدقيق بتكون يعني أقل من عملية التحكيم في المجلات المحكمة. في ايضا التقارير الرسميه، يعني انا بدي بعض المعلومات عن موضوع معين، في الوزارات والمؤسسات الرسميه والمؤسسات الدوليه بتعطي بعض الليتريتشر ممكن الاستفاده منه. بعد هيك رسائل الماجستير والدكتوراه رغم قوتها الا انه ان لم تنشر ضمن مجله او في مؤتمر بتكون لا زالت حبيسه الادراج، ويعني عمليه تدقيقها وتحكيمها ما اخذتش البروسيس الكامله، وبالتالي يمكن الرجوع لها، لكن ان لم تكن منشوره بتكون اقل شويه من مستوى ورصانه ومتانه الابحاث المنشوره والمحكمه. بعد هيك بنيجي لمواقع الانترنت وما الى ذلك.
عملية الليترشر ريفيو سايكل ليس لها بداية محددة، يعني ما نقدرش نقول انه بدايتها بعد ما نخلص البروبلم ستيتمنت، لا، الليترشر ريفيو بتبدا منذ بداية الفكرة البحثية، لانه زي ما ذكرنا البروبلم ستيتمنت والجاب اوف نوليدج اللي حددناها في المحاضرة اللي فاتت كانت مستندة على دراسة أولية للتخصص اللي نشتغل عليه، الموضوع اللي نشتغل عليه، وبالتالي بعمل قراءة عامة عن الموضوع اللي أنا حابب أشتغل عليه. هذه القراءة العامة والإطلاع العام بتمكنني من صياغة مشكلة البحث وأسئلة البحث تبعتي. الآن بعد هيك ببدأ أعمل specific literature review. literature review محدد ومفصل للعناوين اللي أنا هشتغل عليها ضمن بحثي، للكيوردز اللي أنا حطيتها داخل البروبلم ستيتمنت تبعتي، للكلمات المفتاحية اللي أنا ذكرت بعضها في الأوبجيكتيف تبعتي، وبالتالي هذه سبيسيفيك بتكون دقيقة محددة منظمة. بشتغل شغلي لما أصل لمرحلة الدراسة العملية مثلا التجارب، برضو بستفيد من الليتريتشر ريفيو في تصميم التجارب تبعتي وفي طريقة عمل التجارب. الآن ممكن وأنا بشتغل الليتريتشر ريفيو يعني ممكن أجد معلومات جديدة ما كانتش عندي عند صياغة المشكلة البحثية ووضع أهداف البحث، بعمل تعديل وتطوير، لأنه كل ما الإنسان بيقرأ أكثر وبيطلع بتتكون عنده الصورة أكثر وضوحا منها لما كنا في بداية الدورة البحثية. الآن بعد ما يشتغل البحث ويطلع النتائج برضو بيرجع للدراسات السابقة وبحلل وبقارن وبفسر النتائج بناء على الفايندينجز تبعت الآخرين. وطول ما هو الباحث من أول ما يبدأ بحثه حتى يوم تسليم البحث وحتى يعني بعد ذلك ممكن أنه يعمل literature review ويطور على أبحاث مستقبلية، وبعدها بتبدأ دورة جديدة من دورة البحث العلمي. عندنا مشكلة كبيرة في literature review الآن. يمكن في الماضي كانت الوصول إلى المعلومات والوصول إلى المصادر والمراجع أكثر صعوبة، وكانت كثير من المعلومات ورقية وكتب ومكتبات. الآن مع وجود الإنترنت سهل علينا في جزئية أنه أي موضوع بنقدر نجيب معلومات عنه، لكن قديش المعلومات اللي أنا بدي أجيبها، قديش التكست الموجود في صفحة من صفحات الإنترنت قديش يمكن أنه نثق فيه، قديش هذا التكست أو هذه المعلومة دقيقة ويمكن الاعتماد عليها والبناء عليها، هذه هي علامة الاستفهام الكبيرة اللي يجب على كل باحث أنه ينتبه لها. طبعاً لأنه على شبكة الإنترنت كل يوم بتضاف ألاف بل ملايين الصفحات واختلط فيها، وكل إنسان بيستطيع أن يضيف أي معلومة على صفحة شخصية أو في أي مكان، الباحث ما بيكفي أنه يعمل سيرش على جوجل ويجيب المعلومات ويجيب التعريفات مثلاً ويجيب الميثودولوجيز اللي هو بيشغل عليها من أي مكان ويحطها في بحثه ويعتمدها. صحيح أنه الإنترنت وفر كثير على الباحثين، سهل عليه الوصول لمعلومة وسهل عليه الوصول إلى المعلومة في أسرع وقت ممكن، وسهل عليه الوصول إلى أحدث معلومة، ما بننتظر أنه يطبع البحث وبعد فترة في مجلة وتصل من أمريكا مثلاً لفلسطين بتاخذ وقت، لا، الآن صار بتنزل المجلة والبحث بنزل أونلاين حتى قبل ما يصل للمجلة وقبل ما تطبع المجلة. المشكلة أنه بدنا نحدد كيف ممكن نقيم المواقع الإنترنت. قبل ما نحكي في كيف تقييم مواقع الإنترنت، يمكن من أكثر الأدوات اللي بتساعد الباحث في أنه يبحث في الأطر الأكاديمية والتقارير اللي سمعتها دقيقة ويمكن أنه نأخذ فيها، اللي هو موقع جوجل سكولر، وإن شاء الله حيكون لنا بعد ذلك لقاء بسيط حنحكي فيه بإيجاز وببساطة عن كيف ممكن استخدام الجوجل سكولر وربطه بالرفرنسز وربطه بقائمة المراجع وما إلى ذلك. الآن عشان نقيم أي موقع إنترنت أو أي لتريتشر وجدناه على الإنترنت، في عنا عدد من الأسئلة اللي لازم نسأل أنفسنا هذه الأسئلة. أولاً، هل هذه المعلومات دقيقة؟ نقدر نعرف دقة المعلومة من التأكد إنها وردت في أكثر من مصدر من أكثر من اتجاه، يعني لو وجدت في إحدى الصفحات ببحث في صفحات أخرى
هل هذه المعلومة كما هي؟ بس المشكلة أحيانا أنه الكل بنسخ وبلصق من بعض، فبتلاقي نفس المصدر يعني ألصق ب أو تم اقتباسه وأخذه إلى أكثر من مكان، وبالتالي بيكون مصدرهم واحد. فضروري جدا أنه ننوع من المصادر للتأكد من صحة هذه المعلومة. حتى لو بدي أعمل عملية Data Collection ما بيكفي أني أحصل أي معلومة أول ما أضرب على جوجل معلومة معينة بدي إياها، أول ما تطلع لي أخذها وأوثقها، لا، بدي أتأكد أنها هذه المعلومة معلومة صحيحة من أكثر من مصدر. اثنين، بدي أشوف مين هي المؤسسة أو الجهة أو الصفحة اللي نشرت هذه المعلومة. إذا كانت صفحة رسمية، صفحة ذات علاقة بالموضوع، يمكن أنه تكون قوة هذه المعلومة ومصداقيتها أكثر من لو كانت الصفحة صفحة شخصية أو منتدى للنقاشات، حتى لو كانت نقاشات تخصصية. النقطة الثالثة، أنه هل هذه المعلومة أو هذه الصفحة أو هذه الجهة منحازة أو غير منحازة؟ يعني أحياناً مثلاً بيشتغل في موضوع التغذية والأعشاب، تكون شركات اللي بتنتج مستحضرات من الأعشاب بتذكر بعض المعلومات الطبية، العشبة الفلانية يعني بتفيد في هذا الجانب. من الخطأ أنه طالب باحث بيشتغل في هذا التخصص أنه يأخذ هذه المعلومة ويعتمدها، لأنه ممكن يكون هذا نوع من التسويق للمنتج اللي هم بيشتغلوا عليه. أيضاً بدنا نشوف تاريخ المعلومة، لأنه ممكن معلومة تكون موجودة في موقع رسمي، تمام؟ أنه يعني خلينا نحكي في داتا كوليكشن ملوش علاقة بالليتريتشر ريفيو، أنه عدد سكان قطاع غزة 1,700,000 مثلاً، ويكون آخر تحديث للصفحة سنة 2010، هذه المعلومة بتكون updated، بتكون outdated، وبالتالي لازم يكون المعلومة جديدة. ممكن في إحدى المواقع مثلاً مكتوب فيه إنه آخر الدراسات أثبتت شيء معين، ويكون آخر الدراسات مقصود فيها 2007، من 2007 ما تحدث هذا الموقع. الآن عشان نعمل literature review في عندنا خطوتين. الخطوة الأولى للاطلاع والقراءة فيما كتب، إيش انكتب في الموضوع، لازم أنا كباحث أقرأ. النقطة الثانية أو الخطوة الثانية هي أعمل عملية كتابة لما قرأته وصياغة بطريقة جيدة ومنظمة تساعدني في تسلسل البحث اللي أنا شغال عليه. طريقة صياغة الليتريتشر ريفيو يمكن إلى حد ما مشابهة إلى حد ما للبروبلم ستيتمنت لما كنا بنحكي عنها، في السياق العام ثم السياق الدقيق والضيق. بيستخدموا دائما مصطلح الفنل، القمع المخروط أو الكون، كمنهجية واستراتيجية وأبروتش في كتابة الليتريتشر ريفيو. الكون أو الفنل بيشتغل من الجنرال للسبيسيفيك، بيشتغل من البرود للنرو، من الشيء العام إلى الشيء التفصيلي. بنبدا دائما باك جراوند، بريفيس، تمهيد للموضوع اللي نشتغل عليه في الاطار العام، في المفاهيم العامه، دراسات الخلفيه النظريه العامه. بعد ذلك بننتقل شيئا فشيئا الى الموضوع المحدد اللي احنا حابين نشتغل عليه. هنحكي يمكن في نهايه اللقاء مثال او اثنين، حنشوف هذا التسلسل. بامشي في مواضيعي من الاطار العام، باك جراوند العامه، الى شيء تفصيلي قريب من الموضوع اللي بشتغل عليه، ثم استمر بعد ذلك الى اني اصل بالضبط للمواضيع والنقاط اللي انا بدي اشتغل عليها تحديدا وتفصيلا في الشغل البحثي تبعي. وهذا يمكن شكل توضيحي، بحكي في الانترودكشن عامه بتكون حوالين التوبيك اريا بصفه عامه، مش مرتبطه كثير بالريسيرش كويشن، عباره عن تمهيد. انا عمالي بامشي مع القارئ، انا بحكي الان في كتابه الليتريتشر ريفيو، في قراءه الليتريتشر ريفيو اعمل، عفوا، في قراءه الليتريتشر لما اعمل الليتريتشر ريفيو برضه بنفس النمط بشتغل من العام عشان افهم تخصص، لانه لا يمكن لباحث او لطالب حتى يفهم بيبر او مجله، يعني ورقه بحثيه منشور في 2019 حول موضوع محدد في جزئية من جزئيات العلم إلا إذا كان فاهم النظريات هذا التخصص وأساسياته. الآن في طريقة الكتابة أيضا نفس الموضوع، بنبدأ بالإطار العام، تمهيد عام، ومنمشي مع القارئ تبعنا اللي حيقرأ البحث تبعنا بالاتجاه
اللي احنا حابين نمسك القارئ ونشتغل عليه. لانه لما بنحكي في الكلايمت تشينج مثلا، التغير المناخي، عشرات المواضيع المرتبطه فيه. الان انا بدي امسك موضوع الكلايمت تشينج، خلفيه نظريه عنه، وابدا اشتغل بطريقه محدده باتجاه الموضوع اللي انا بدي اشتغل فيه بحثي عليه، لغايه ما اصل بالنهايه للبروبلم ستيتمنت والريسيرش كويشن اللي انا حابب اشتغل عليه. هذا في الليتريتشر ريفيو. لما نيجي بعد ما نطلع نتائج دراستنا بنعمل عمليه ديسكشن، هذا حنتطرق لها لاحقا في اخر الكورس ان شاء الله. لما نحكي ديسكشن، بعد ما نقارن النتائج تبعتنا بالاخرين وبعد ما نحلل نتائجنا ونفسرها، بننطلق بالعكس. احنا بنعالج موضوع محدد، بعدين بنحاول نعمل جنراليزيشن وننطلق منه الى تاثير هذه النتائج على التخصص بصفه عامه. حنيجي لها ان شاء الله هذه الجزئيه لاحقا. طريقة صياغة الليترشر ريفيو زيها زي أي دوكيومنت تاني، انترودكشن وبادي أو خاتمة أو كونكلوجن. غالبا الليترشر ريفيو بيكون عبارة عن، عفوا، الانترودكشن تبع الليترشر ريفيو بيكون أيضا تمهيد باك جراوند عامة حوالين التوبيك بصفة عامة، السكوب اللي أنا حابب اشتغل عليه، بحيث انه اعرف المصطلحات الاساسيه والمحاور الاساسيه للموضوع، بحيث اني اكون عند القارئ تبعي صوره واسعه وصوره عامه عن الموضوع قبل ما امشي بعد هيك في الاتجاهات التفصيليه والمحدده والدقيقه. بعد هيك بنيجي للبادي تبع الليتريتشر ريفيو، هو الموضوع الاهم. بحاول اني ارتب الدراسات السابقه والليتريتشر ريفيو تبعي باكثر من طريقه حنتحدث عنها الان. اهم موضوع عشان يكون الليتريتشر ريفيو عندي ليتريتشر ريفيو قوي ومفيد ويمكن انه نسميه يعني ساوند ليتريتشر ريفيو، لازم يكون في عمليه تقييم للدراسات السابقه. ما بكفي اني احكي فلان سنة 2018 حكى هيك وفلان حكى هيك وفلان أكد على هذه المعلومة وخلصنا، لا، ما بيكفي هذا الكلام. لازم أعمل عملية تقييم للدراسات السابقة وتحليل إلها، وأشوف مين الدراسات المشابهة لبعض ومين الدراسات اللي اختلفت عن بعض وليش طلعت الأمور بهذا الاتجاه. وهذا زي ما بقوله بخلينا إحنا نمشي باتجاه الموضوع اللي إحنا اخترناه، ونكون يعني بيضع ايدينا على اسباب تشابه النتائج السابقه والاختلاف معها، وبيخلي في قوه للبحث اللي نشتغل عليه، لانه بمكننا انه نفهم كل ما كتب سابقا ونحلل، ولا لا يكتفي بالفهم بل نحلله وننقده. عمليه انتقاد الدراسات السابقه اللي هي بنحاول قدر الامكان، لانه لا يمكن لشخص انه يزعم انه بحثه هو افضل بحث. النقد مش مقصود فيه اظهار العيوب بقدر ما هو ايش الليميتيشنز تبعته. هذا البحث اشتغل على هذه الجزئيه، وبالتالي احد الانتقادات لهذا البحث انه ما اشتغلش على الجزئيه الثانيه اللي انا حابب اني اشتغل عليها. وبالتالي كلمه كريتيكال ليتريتشر ريفيو كما سياتي هي عباره عن طريقه نقديه، نعمل مراجعه لا الدراسات السابقه بطريقه نقديه، فقط نظهر الليميتيشنز تبعتها، ايش المواضيع اللي لم يتم ذكرها. وطبعا كل باحث لازم يحط سكوب للشغل تبعه، لا يستطيع باحث انه يشتغل على كل المواضيع. فانا بستغل هذه الفرصه يعني انتقد الدراسات السابقه في جزئيه انه هذه المواضيع لم يتم التطرق لها، وهذا بيعطي لي مؤشر على وين هي المساحات اللي ممكن نشتغل عليها ونقترح انها تكون مواضيع بحثيه النا، وهذا بيعطي منطقيه وتبرير للبحث العلمي اللي انا حشتغل عليه. في بعض النقاط اللي لازم تتخذ بعين الاعتبار عند كتابه البادي تبع الليتريتشر ريفيو، انه دائما بنحاول نقارن بين الدراسات، ايش اسباب التناقض، ايش اسباب الاختلافات واسباب التشابه، ايش الليميتيشنز تبعت الليتريتشر ريفيو عشان تجيب من عندي الجاب، يعني بشوف الليميتيشن تبعت الليتريتشر. الليميتيشنز هذه والقصور والجوانب اللي ما انشغل عليها بتمكنني انه اصيغ الريسيرش
جاب تبعتي اللي بتمكنني اني اصيغ الريسيرش بروبلم تبعتي. ايضا من يعني النقاط اللي بتتخذ بعين الاعتبار عند مراجعه الدراسات السابقه انه لازم يكون للباحث وجهه نظر، للباحث راي. احيانا الباحث بيضع تعريف اجرائي معين بياخده من مجموع تعريف معين وبيبرر ليش اخذت هذا التعريف، لانه اشمله، لانه اشتمل على 1 2 3، لانه التعريف اللي عرفه اكس ما خدش بعين الاعتبار هذا الموضوع. الان برضه في تفسيرات الباحثين الاخرين، ممكن باحث يفسر ظاهره معينه بطريقه معينه، باحث يفسرها بطريقه اخرى. ضروري انه الباحث نفسه اللي عماله بيكتب في الليتريتشر ريفيو يعني يحدد رايه ويكون له بصمه ويكون له راي في هذا الموضوع. ايضا الليتريتشر ريفيو الاساس تبعه هو المراجع والمصادر، فلازم الباحث يستخدم المراجع والمصادر للتأكيد على وجهة نظره، يحاول يربط بين الدراسات المختلفة، ويحاول من خلال الدراسات السابقة انه يكون صورة او تصور عن الموضوع اللي هو بده يشتغل عليه، وهذه نقطة انطلاق له بعد هيك لاستكمال البحث تبعه. الكونكلوجن زيها زي اي كونكلوجن في اي كتابه في اي دوكيومنت، هي عباره عن عمليه سمري لايش اللي تم خلال الليتريتشر ريفيو، وبيحاول انه يربط بالشيء اللي هو بده يعمله، بحيث انه بمجرد ما اي قارئ ينتهي من قراءه الليتريتشر ريفيو والكونكلوجن تبعت الليتريتشر ريفيو، بيكون استحضر في ذهنه على ايش الباحث حيشتغل وايش هي النقاط اللي الباحث حيشتغل عليها ويتطرق إلها خلال البحث تبعه. زي ما حكينا كلمة ريفيو مرتبط فيها بالذات في الدراسات العليا كريتيكال ريفيو، يعني مراجعة نقدية للأدبيات السابقة، وليس هذا يعني من باب الانتقاد والاستخفاف والاستهانة بشغل الآخرين، ولكنه من باب رصانة البحث وقوة البحث. بتتطلب انه كل بحث من الابحاث السابقة اضعه في ميزان العلم واشوف ايش الجوانب اللي اخذها بعين الاعتبار وايش الجوانب اللي ما اخذها بعين الاعتبار عشان نكمل عليها. اشوف نقاط القوة لاي بحث وايش هي الجوانب اللي ما اتخذت بعين الاعتبار، ونمشي خطوة بعد هيك سواء للباحث نفسه او ممكن يوصي بها لباحثين اخرين انهم يشتغلوا عليها. طبعا هي شكل للليتريتشر ريفيو، يعني ستراكشر انتدكشن من بودي وكونكلوجن. كتفاصيل في عندنا ممكن تقسيم التفاصيل، طريقه صياغه الاورجانيزيشن او الستراكشر تبع الليتريتشر ريفيو ممكن اشتغل عليه ثيم باي ثيم. انا بحكي على مثلا تاثير الكلايمت تشينج مثلا على الامن الغذائي والنباتات وما الى ذلك، بكون موضوع الليتريتشر ريفيو ممكن يكون الجزئيه الاولى في الثيم تبع الكلايمت تشينج، والجزئية الثانية في الحكي على موضوع الأمن الغذائي والزراعة وتأثيره على النبات وما إلى ذلك. لكن يمكن هذا الستايل مش كتير ستايل في الكتابة، بالذات في الكتابة الراقية مريح إنه أذكر مفاهيم وأوصفها فقط. لا، الأصل إنه تكون عملية الكتابة عملية كريتيكال حتى، وأصيغها بطريقة تضمن إلي إنه أحصل على خلاصة عامة من الدراسات السابقة كما سيأتي. عشان تكون عملية الدراسات السابقة ومراجعتها عملية منهجية ومنظمة، وأستطيع من خلال الاطلاع عليها أني أحصل خلاصات ونتائج وأكون consistent يعني بين كل الدراسات السابقة، بيقترحوا أنه تكون في عندنا عملية يعني تكون في template معينة أعبيها في كل لما اطلع على اي بحث او اي دراسه سابقه، يعني عمليه تكون هيك اشياء ستاندرد. مثلا الموضوع اللي انحكى فيه، الطرق اللي استخدمها مثلا في اتخاذ او في الحصول على البيانات، ايش طريقه التحليل، ايش اهم النتائج، ايش الخلاصه تبعت البحث، ايش نقاط قوه وضعف هذا البحث. يعني لما اراجع اي بحث باجيب عن هذه الاسئله عشان كل الابحاث اجيب على نفس الأسئلة، وبالتالي أكون صورة عامة تمكنني من أني أشكل تفكير معين وتوجه معين فيما يتعلق بالدراسات السابقة. يعني كتير كويس أنه بعض الباحثين بيقترحوا استخدام جداول
بحيث انه نضع في الجدول مين المؤلف تبع البحث، ايش المواد اللي استخدمت، ايش التجربه اللي تم الشغل عليها، ايش البارامترز، ايش الاوتبوت، ايش ملاحظات وما الى ذلك، بحيث انه بنظره واحده استطيع اني اقارن بين شغل الباحثين المختلفين. وهذا مثال اخر على ترتيب الليترتشر ريفيو في جدول. ستايل اوف رايتنج، لما اعمل كتابه للليترتشر ريفيو زي ما حكينا، في الطريقه الاولى هي طريقه التسلسل التاريخي، طريقه وصف عادي. الطريقه الثانيه هي طريقه وصف طبيعي، بحكي عن الكلايمت تشينج مثلا، بحكي على عوامل المؤثره على نمو النبات وما الى ذلك. الطريقه الافضل انه اعمل كوز افكت رايتنج، يعني اكتب فيما يتعلق بمباشره من البدايه، اربط بين متغيرات البحث تبعي. يعني لو مثلا انا بشتغل على موضوع العوامل المؤثره على انتاجيه العمال، في موضوع اللي هو الانتاجيه تمام، وفي موضوع اسمه العوامل المؤثره على الانتاجيه، ببدا اشتغل عامل عامل، بصير ادرس مثلا لو افترضنا انه الحاله النفسيه للعامل تؤثر على انتاجيته، بربط بين هدول المتغيرين وبشوف ايش انكتب في هذا الموضوع. بنتقل للموضوع التالي، الرضا الوظيفي للعامل مرتبط بانتاجيته، بشوف ايش انكتب في هذا الموضوع، وبالتالي بعمل كوز افكت رايتنج. ايضا من طرق الكتابه والستايلز اللي بنكتب عليها اللي هي كومبير اند كونتراست رايتنج، اني اشوف المواضيع المتشابهه مع بعض احطها، والمواضيع المختلفه مع بعض ادرس كل مفهومين، كل نموذجين، في اكثر من نموذج مثلا لعمل نمذجه للمياه الجوفيه او اكثر من ابروتش، بقارن بين كل اثنين مع بعض وبشوف ايش مميزات وعيوب كل واحد منهم، بحيث انه هذا بساعدني انه اشتغل في البحث تبعي واختار الموديل او الطريقه الافضل. الان حنيجي على نموذجين مبسطين للليترتشر ريفيو. طبعا الليترتشر ريفيو في اي اطروحه ماجستير او دكتوراه بيكون كثير طويل ومفصل، وفي كثير اساس نظري، يعني خلفيه عن الموضوع ودراسات سابقه مفصله، ويعني بتاخذ يعني يمكن ثلث البحث مثلا او الاطروحه بتكون ليترتشر ريفيو. في الاوراق البحثيه اللي كلها اساسا بتكون 8 ورقات او 10 ورقات او 7، ما بيكون الليترتشر ريفيو مفصل كثير وفي اسهاب في كل مواضيعه، لا، بيكون الليترتشر ريفيو دقيق وكريتيكال ومحدد، وبنمشي فيه بنفس التسلسل اللي حكيناه ولكنه بكون باختصار، ما في عندنا هامش انه نحكي كثير. الان الموضوع اللي بنحكي عنه، باحث بده يشتغل على اداره الخزان الجوفي في مناطق الشواطئ تمام. الان بده يصل مع القارئ الى انه كل الطرق المستخدمه فيها اشكاليات، وفي احد النماذج او الطرق او المسارات اللي ممكن اشتغل عليها هذا المسار او هذا الطريق مسار جيد، وممكن انه يكون مميز وما حد اشتغل عليه قبل هيك. كيف ممكن ابدا في هذا الموضوع؟ اولا بحكي في شيء عام، بحكي في شيء عام عن هذا الموضوع تمام. الان حنيجي لمثالين كيف بنتسلسل في عملية كتابة الليترتشر ريفيو بطريقة الفانل أو الكون للوصول إلى المشكلة البحثية اللي أنا بدي أشتغل عليها، بحيث أنه أتسلسل مع القارئ اللي بدي يقرأ البحث تبعي نقطة نقطة باتجاه الوصول إلى المشكلة البحثية اللي أنا بدي أشتغل عليها، وأقنعه أنه المشكلة اللي أنا بدي أشتغل عليها مشكلة جديرة بالبحث. المثال الأول، الموضوع اللي أمامنا، موضوع الباحث بده يشتغل فيه على انه الخزان الجوفي في مناطق البحار، الخزان الجوفي الساحلي الكوستال اكوفر، في كثير من النماذج والرياضيه والاحصائيه والتحليليه اللي اشتغلت على عمليه عمل موديل له والتنبؤ بالملوحه اللي فيه. الباحث من خلال الليترتشر ريفيو بده يصل مع القارئ الى انه الطريقه اللي بده يشتغل عليها هي طريقه مميزه وطريقه جديره بالبحث، وما حد اشتغل عليها بطريقه قويه سابقا. بيبدا الباحث في
انه بده يحكي جنرال انفورميشن، معلومات عامه عن الكوستال اكوفر، الخزانات الجوفيه الساحليه، كيف بتتم عمليه ادارتها. اداره الخزان الجوفي الساحلي الهدف منه هو عمليه الاستفاده المثلى من المياه وتقليل وما الى ذلك. بنحكي عن اطار نظري عام تمهيد يعني عن الموضوع اللي بنشتغل عليه. بمشي كمان خطوة بحكي برضو عن إدارة الخزان الجوفي الساحلي بطريقة أكثر تفصيلاً. في الأول حكينا في الكونتكست العام، بعد هيك ببدأ أدخل في بعض التفاصيل التخصصية، إنه عملية إدارة الخزان الجوفي وعملية إدارة زحف مياه البحر على الخزان الجوفي بتحتوي أو بتتركب من موضوعين أو من موديلين، نموذجين. النموذج الأول simulation model والنموذج الثاني optimization model. هذا كله في التخصص اللي أنا بحكي فيه، وإنه لازم أعمل واحد اثنين ثلاثة. يعني لسه أنا بحكي في الـ specific information عن الموضوع، لسه في الإطار العام ما وصلت للـ research topic ولا للـ problem statement اللي أنا بدي أشتغل عليه. الآن بعد هيك بأدخل في إيش الناس اشتغلت في الموضوع الأول، في موضوع المانجمنت أوبشن، إدارة الخزان الجوفي الساحلي. كتير من الناس اشتغلوا عليه، مثلا الباحث الأول عمل هيك، الباحث الثاني استخدم النموذج الرياضي هيك للوصول إلى إدارة جيدة للخزان الجوفي. بعد هيك بحكي في آخر ما ذكر وتوصل إليه العلم في مجال آخر، لأن أنا مثلا بحكي في موضوعين. الموضوع الاول بنحكي عنه سيميوليشن موديل، حكينا عنه في الجزء الاول. الان الاوبتمايزيشن موديل، في باحثين اشتغلوا باكثر من طريقه لهذا الموضوع. الان انا هيك حطيت اطار عام للموضوع في الاول، مقدمه تمهيد، حكيت عن ايش الناس اشتغلت في الجزئيه الاولى، ايش الناس اشتغلت في الجزئيه الثانيه. النقطه هنا بدي اعمل تقييم للشغل السابق، اعمل كونكلوجن للليتريتشر، ملاحظ انه طريقة كذا هي اكثر طريقة مستخدمة، لكن المشكلة انه دقة الموديل هذه بتعتمد على عوامل 1 2 3، وهذه مش دائما بتكون موجودة، وبالتالي بتكون النتائج اللي محصلينها فيها بعض الاشكاليات. الجزئية الاخيرة من الليتريتشر ريفيو اللي هي انا عمالي بدي ادخل في تبرير لا الموضوع اللي انا بدي اشتغل عليه، ليش الموضوع اللي بدي اشتغل عليه مهم، ليش من الضروري اقنع الناس بالموضوع اللي بدي اشتغل عليه. فبنحكي انه هذه المحددات وهذه الاشكاليات اللي ذكرناها مسبقا يعني ادت الى التفكير في استخدام نماذج اخرى، وممكن اني استند لبعض الدراسات السابقه والمراجع اللي قالت هذا الموضوع، وبالتالي انا هيك مهدت ل الموضوع اللي أنا بدي أشتغل عليه. مثال آخر مختلف تماماً عن المثال الأول، بيحكي عن تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على تحصيل الطلاب. الجملة الأولى البلون الأزرق بيحكي عن إنه مواقع التواصل الاجتماعي تأثيرها على الأداء الأكاديمي للطلاب اندرست كتير، وبأذكر بعض الدراسات أو بعض النتائج اللي تم الحصول عليها في هذا الموضوع، العمل ربط أو علاقة بين التحصيل الأكاديمي واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وبذكر بعض الفايندينجز للباحثين، هذا إيش حكى والتاني إيش حكى، وهذا درس جانب معين وهذا ركز على جزئية معينة وهكذا. الآن بالنهاية بحاول أني أعمل conclusion لإيش الناس اشتغلت. نذكر الموجود في آخر الصفحة إنه هذه الدراسات أعطتنا تصور عن قديش مواقع التواصل الاجتماعي وكيف استخدامها أثر على التحصيل الأكاديمي والأداء الأكاديمي للطلاب. لكن هنا بدي أحكي عن critical review، بدي أنتقد الدراسات السابقة وأحكي عن limitations فيها. أحد هذه limitations إنها ركزت على العلاقة بين مواقع التواصل الاجتماعي والأداء الأكاديمي للطلاب، بدلاً من إنها
تفهم كيف الطلاب بيستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي، يعني نظر للموضوع من زاوية مختلفة عن الزاوية التقليدية اللي الباحثين بيشتغلوا عليها. هذا يعني انه الباحثين الان عارفين شوية عن كيف الطلاب بيستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن من الليميتيشنز الموجودة انه هو بيقترح الباحث انه ممكن ندرس كيف الطلاب اللي ادائهم عالي بيستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي. يعني هو الفكرة انه مواقع التواصل الاجتماعي بتأثر تأثير سلبي حسب الدراسات السابقة. فالباحث بيقول انه كل الدراسات السابقة ركزت على هذه الجزئية بدلا منها تفهم كيف الطلاب وليش بيستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي. بيقترح الباحث انه ممكن يكون في ابحاث مستقبلية انها تنظر للموضوع من زاوية اخرى، انه كيف الطلاب اللي لازالوا متفوقين وبيستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي ان نشوف كيف بيستخدموا، نعمل دراسة تفصيلية عليهم، لانه هدول الطلاب لازم نعرف كيف بيستخدموا هذه المواقع ولا زالوا متفوقين اكاديميا. هذا وفي النهاية بذكر يعني ايش الاضافة الكونتريبيوشن اللي حيضيف هذا البحث للعلم والمعرفة، انه هذا التخصص حيساعد اكثر في وضع استراتيجيات لموضوع إدارة مواقع التواصل الاجتماعي وعلاقة حياة الطالب بمواقع التواصل الاجتماعي وهكذا. يعني مهد إلى أنه كل الأبحاث السابقة ركزت على جزئية معينة، في جزئية عشان نستفيد منها بدي أشوف الطلاب المتفوقين اللي بيستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي كيف بيتعاملوا مع هذه المواقع. لو عرفنا بنقدر نوجه كل الطلاب ونحط استراتيجيات ونحدد أنماط لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي بما لا يؤثر على المستوى الأكاديمي. آخر نقطتين في هذا الموضوع إنه عملية مراجعة الدراسات السابقة بتتطلب مني إن يكون عندي عملية الريفرنسينج قوية. عشان آخذ ريفرنس لازم يكون الريفرنس هذا أو المعلومة من الريفرنس لازم تكون يعني accurate وconsistent. accurate معناها الدقة، يعني من بداية البحث لازم المعلومات اللي بدي أجيبها من أي مصدر أو أي مرجع أجيبها بدقة، يعني أنقل نقل أمين لأي معلومة أو أي رقم أو أي نتيجة في أي بحث، ولازم أنقلها بطريقة دقيقة منذ بداية البحث، لأنه كثير من الطلاب بيقرأوا في بداية مراحل الليترتشر ريفيو وبينسى يوثق، بينسى يسجل، وبيصل لنقطة معينة بلاقي عنده بعض النتائج أو الأرقام مش عارف وين مصدرها. فأول بأول يبدأ الباحث أنه يسجل بطريقة دقيقة إيش المعلومات اللي حصلها، زائد أنه تكون consistent، يوثق النتائج اللي جابها والأرقام اللي جابها بنفس الطريقة بحيث أن يكون في consistency في شغله، سواء في طريقة عرض أي بحث سابق أو حتى في طريقة كتابة المراجع. لما بدي أخذ كوتيشن نص معين من مرجع سابق، تعريف معين، نص ما بدي أغير فيه، بأخذ رقم الصفحة، وهذا حنذكره تفصيلا عند الحديث عن الريفرنسينج في نهاية الكورس إن شاء الله. آخر جزئية في ما يتعلق بالدراسات السابقة بعض الثغرات والأخطاء والإشكاليات. أولا أنه يكون الدراسات السابقة وطريقة عرضها طريقة يعني تفتقد إلى الرصانة والمتانة الأكاديمية، يعني طريقة عرض فقط، بجيب الدراسات السابقة وبحطها وراء بعض وما بأصل منها إلى خلاصة، إلى استفادة، إلى نتائج، إلى استنتاجات، إلى ربط بينهم. اثنين إنه بكون زي ما قلنا منهج وصفي، ديسكشن وصفي، ما بأدخل إلى تحليل هذه النتائج. احيانا حتى المنهج الوصفي بكون منهج في الفلو تبعه سيء، ما بامشي في التسلسل المنطقي مع القارئ، بذكر موضوع ثم موضوع ثاني وبرجع للموضوع الاول وهكذا. ايضا ممكن تكون المصادر اللي عندي مصادر قديمه، المصادر القديمه جيده فيما يتعلق بالخلفيه النظريه للبحث، ولكن في مراجعه الابحاث الحديثه لا، لازمني ابحاث جديده، والانترنت بوفر كل ما وصل إليه العلم في التخصص. أحياناً بعض الباحثين للأسف بيعتمد على
بحثين او ثلاثه في كل الليترتشر ريفيو تبعه، مصدرين او ثلاث مصادر، وهذا يعتبر من نقاط ضعف البحث. ايضا بعض الباحثين لما نيجي نراجع ابحاث التخرج او نناقش رسائل الماجستير من نجد انه كثير من الباحثين بيجيب معلومات من الانترنت او من جريده او من موقع الكتروني، مع انه هذه المعلومه قد تكون موجوده في موقع رسمي، وهذه تعتبر يعني من نقاط الضعف للبحث العلمي. كثير برضو لانه الباحث بيضطر الى انه يقارن، يحلل، يربط المعلومات في بعض، ففي صياغه لازم يصيغ صياغه لغويه قويه، لانه بده يحكي مثلا كوست افكت، بده يعمل مقارنه، بده يحكي السيميلاريتيز الكونتراست بين النتائج، يفسر، يحلل. فاحيانا فيما يتعلق باللغه ما بتسعف اللغه، بكون في عندي اخطاء لغويه واخطاء في الطباعه. في الليترشر ريفيو هو من المناطق او المساحات في البحث اللي بعض الطلاب بينسوا انهم يعملوا عمليه توثيق وتحديد لمصدر المعلومات او مصدر الابحاث، وبالتالي بنقع في جزئيه البلاجيريزم اللي هي السرقه العلميه. ممكن من حيث لا يدري الطالب ينقل معلومه بدون مصدر وينشرها، والباحث الاصلي صاحب المعلومه هذه ما وجد انه هو ذكر في البحث او الاقتباس منه، فممكن انه يصير في عندنا بلاجيريزم. احيانا بكون التوزيع الفصول والسكشنز جوا الفصل تبع الليترشر ريفيو مش كثير منطقيه، فيها شيء من اللخبطه، بتوه القارئ في وين هو ماشي فيما يتعلق بالترقيم والمواضيع الفرعيه. احيانا بكون سكشن 30 صفحه وسكشن ثاني 5 صفحات، فلازم يكون قدر الامكان تكون السكشنز يعني متجانسه ومتناسقه. يمكن هيك بنكون خلصنا الحديث عن الليترشر ريفيو، اللي رغم اهميته في كثير من الباحثين ما بيهتموا فيه. بارك الله فيكم، والله يعطيكم الف عافيه، ولقائنا في المحاضره القادمه ان شاء الله.